صار لي فترة على هالوضع، ما أدري منو هالشخص اللي حط لي ورد على سيارتي ويكون معي بكل مكان. حاولت كذا مرة أصيده وأراقب سيارتي بس ما عرفت منه. أنا كلمت راشد عنك. تدري راحتك على حساب راحتي. كنت أخاف منك. أنا بقولك بس بشرط تحلفين إنك ما تقولين حق أحد. وشك بالكاميرا. أنا قلت لك من قبل ما أبي أتزوج ولا راح أتزوج غير ما نور أختي. هلا صباح النور. كبغة اليوم بروح السينما نازل فيلم رومانس رعب. ناخ يحيى. هلا. أنا شنو بالنسبة لك؟ يعني مو معقولة أمكم عندها عداوات، يعني ما أعتقد أن أمكم قبل زعيمة عصابة. أبي ريلي يكون أكشخ واحد بالعائلة. أنت مينون؟ شو هالكلام؟ شو هالخرابيط؟ الله بحل الأربع ياخذ لك الثانية، خجيب لنا ولد. نبغة عيونه حسيت بمعنى الحقيقي لكلمة الإجخام. وين الألماس؟ ويعوه خغعتيني يا مينونة. تكفى اقعد وابيك تشهد وتشوف كل شيء بعيونك. شو اشوف انا؟ خلاص اصير شاهد ما شفش حاجة. اسمع لحظة كنت أبي الوقت هني يوقف، بس الزمن والوقت عنيد. أناني أصم أبكم عمره ما وقف ثانية، ولحتى رجع ثانية.